المستمع من السودان يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة؟ الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة لأنه لا تمييز لهم، والسن الغالب للتمييز هو 7 سنين، وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة 7. وإذا كان هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي أن يأتي بهم إلى المسجد، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه، بشرط أن لا يؤذي المصلين، فإن هذا المصلين فإنه لا يأتي به، وإذا احتاج الطفل إلى أن يبقى معه في البيت فليبقى معه، وفي هذه الحال يكون معذورا بترك الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر، وهو حفظ ابنه وحمايته.